أعزائي المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إنجيل واحد أباء الكنيسة اعتادوا أنهم يشوفوا في البشائر الأربعة الحيوانات الأربعة التي ذكرها حسقيال النبي في العهد القديم أو يوحنا اللاهوتي في العهد الجديد وإحنا في الدراسة بتاعتنا في الأناجيل الأربعة بنتبنى أن لكل إنجيل وجه ليه هذه الحيوانات الاربعه، انجيل متى وجه الاسد، انجيل ماركوس وجه الثور، انجيل لوقا وجه الانسان، وانجيل يوحنا وجه النسر، لا زلنا مستمرين في هذه الدراسه حول الاناجيل الاربعه، ابقوا معنا في هذه الحلقه. أحب في بداية الحلقة أرحب بضيوفي أسيس وائل عوض أهلا بيك أهلا أسيس أسيس رفعت فكري في أهلا بيك أهلا بيك أسيس يوسف سمير أهلا بيك أهلا أسيس سامح إبراهيم أهلا بيك أهلا بحضرتك أسيس وائل آه المجيء الثاني هو آه واحد من أهم الموضوعات الإنجيلية أي داخل الإنجيل آه هل آه يفرد يوحنا في إنجيله مساحة للمجيء الثاني؟ انجيل يوحنا لا يسرد اي مساحه للمجيء الثاني وربما لانه القضيه دي لم تكن تشغل يوحنا اثناء كتابته للانجيل او يعني بدافع انه الجماعات التي يواجهها لا تناقش هذه القضيه. ايوه. آه. اسيس رفعت المجيء الثاني عند لوقا يعني في نصين مشهورين في انجيل لوقا حول عوده المسيح ثانيه النص الاولاني موجود في انجيل لوقا اصحاح 12 أيوة. بعد ما البشير لوقا سرد المثل بتاع العبيد الامناء اللي كانوا مستعدين لمجيء سيدهم حط تعليق من السيد المسيح قال كده ولكن اعلموا هذا انه لو كان رب البيت يعرف في اي ساعه يدهمه اللص لكان سهر وما ترك بيته ينقب أيوه. فكونوا انتم مستعدين مم. لان ابن الانسان سيعود في ساعه لا تتوقعونها ايوه فده تعليم واضح بضروره الاستعداد لعوده المسيح ثانيه ده نص في لوقا 12 في نص ثاني مشهور في لوقا 21 مم. وهنا الحديث متداخل ما بين آه خراب اورشليم اللي آه لوقا بيتنبأ او بيتكلم انه حدث سيحدث فيما بعد مم. اللي هيحدث في سنه 70 ميلاديه وما بين مجيء المسيح أي. التعليم ده موجود في لوقا 21 آه من الاعداد ل 20 الى 33 بيتكلم عن اللي هيحدث في خراب اورشليم لكن جه في عدد 34 بعد كده تحدث عن ضروره السهر والصلاه ولكن احذروا لأنفسكم لئلا تتثقل قلوبكم بالانغماس في اللذات م. وبالسكر وهموم الحياة فيدهمكم ذلك اليوم فجأة فإنه سوف يطبق كالفخ على جميع الساكنين على جميع وجه الأرض كلها فاسهروا إذن وتضرعوا في كل حين لكي تتمكنوا من أن تنجو من جميع هذه الأمور التي هي على وشك أن تحدث وتقف أمام ابن الإنسان م. آه، هذا الاصحاح نستطيع ان نفسره على انه يتحدث عن خراب اورشليم وما سيحدث من خراب مم. وبعض الناس كانوا بيعتبروا ان سنه سبعين ميلاديه هي دي سنه النهايه آه. لكن الراي الغالب ان المسيح تحدث عن خراب اورشليم وتحدث ايضا عن عودته ومجيئه ثانية. يعني التحقيق الاقرب هو خراب اورشليم، التحقيق الابعد هو المجيء الثاني مجيء المسيح مرة ثانية. مم. أسيس يوسف المجيء الثاني في انجيل ماركوس. آه هو يعني مفيش الا كتعليم متماسك مباشر مطول مفيش الا اصحاح 13 ده نفس تقريبا يحتوي على نفس المحتوى اللي كان بيتكلم عليه الاسيس سريف في واحد 21 في واحد 21 لكن مرقس يهتم بان هو يشير بعض الاشارات م. الى المجيء الثاني كحدث اخروي حدث اسخاتولوجي زي ما بنسميه بي 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 فمثلا التجلي تجلي المسيح هو صورة مم. مسبقة للمجيء الثاني ازاي المسيح وهو بيتكلم عن التجلي يقول قال لهم الحق اقول لكم ان من القيامة هنا قوما آه. لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد اتى بقوة اه وبعدين على طول اصحاح تسعة يتكلم عن التجلي اه كأنه بيقول انه ده صورة مصغرة مكت صغير مكت. على مجيء, مجيء الملكوت في ملئه م. في اخر الايام كانوا آه. يعني بيقول هو هو صاحب الملكوت هو ده المسيح الممجد اللي هياتي المنتصر. في مجيئه الثاني بالظبط مثلا من بدايه الانجيل الرب يسوع في كراسته يقول م. قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله م. يعني بيقول انه المجيء الثاني يبدا هنا والان انه انه المسيح الاول هو المقدمه الطبيعيه والمنطقيه لمجيئه الثاني وكل من يدخل الى ملكوت الله مم. هنا والان الطبيعي ان هو يستمر في ملكوت الله مم. هناك مع مم. المجيء الثاني مثلا آه في الشهاده في المحاكمه حتى في المحاكمه يقول رئيس الكهنه لي هل انت ابن المبارك فيكون رد المسيح في آه انجيل مرقس اصحاح 15 هذه آه اصحاح 14 هذه الكلمات يقول له فقال يسوع انا هو مم. مش بس ما يسكتش ويقول وسوف تبصرون ابن الانسان جالسا عن يمين القوه آه. واتيا في سحاب السماء مم. فابن الله العبد المتالم هنا سيكون هو الاسد المنتصر هناك في مجيئه الثاني هو الملك الذي سوف يظهر بقوة في عشاء الأخير رب يسوع يشير إشارة يقول للتلاميذ أنه, إنه لن أشرب معكم من نتاج الملكوت من أيوة. نتاج الكارما حتى اشربه جديدا مم. في ملكوت الله ده بيتكلم مم. على مجيئه الثاني مره اخرى فهناك اشارات كثيره آه واحده من الاشارات المهمه بعد حديث المسيح الاسخاتولوجي في اصحاح 13 بيتكلم ما هو رد فعلنا السهر الدائم أيوة. فاسهروا إذن لأنكم مم. لا تعلمون انتم مش عارفين امتى جاي مم. المجيء الثاني وبالتالي ينبغي عليكم دائما ان تسهروا كلمه اخيره اقولها أيوه. انه انه حاجه مهمه ودايما بنتلخبط فيها او بنسيء فهمها في حديث المسيح الاسخاتولوجي في اصحاح 13 لما يتكلم على علامات الازمنه واتكلم آه. انه انه في اضطرابات وفي مجاعات وفي حروب وفي زلازل أيوه. وفي براكين هذه الامور تحدث منذ بدايه الزمان آه. فالنهارده لما نشوف الحاجات دي ما نقولش انه ده خلاص قربت خالص وكل ما نسمع عن مصيبه نقول ده المسيح جاي جاي وده اخر الايام مم. لا ده المسيح ما بيقولش انه يعني دي علامات علشان تتذكروا السهر الدائم الفكره الاستعداد اه مش عشان تتذكروا انه الحاجات دي ما تحصل يبقى المسيح, المسيح ما المسيح من زمان هو قال ان هو جاي مم. لكن هذه العلامات علشان نتذكر ها انا سهران ايوه مستعد لهذا المجيء ولا لا وبعدين ده قال بدايه الاوجاع بالظبط مبتدا الاوجاع ومحدش عارف هتقعد قد ايه يعني مم. لكن عشان كده العلامات مم. تقول لنا اما تشوفوا العلامات دي افتكروا السهر الدائم مم. أسيس سامح المجيء الثاني عند متى أه هو يعني في, في نصوص متشابهه خالص عشان أه. هو ماشي مع مرقس أه. ولوقا فبالتالي انا هركز بس على أه لقب مهم خالص كان دايما بيرد في كل مرة المسيح كان بيتكلم عن المجيء الثاني. أيوه. دايماً مم. أول ما يتكلم عن المجيء الثاني يتكلم عن نفسه باللقب ده وهو لقب ابن الإنسان. ابن الإنسان ابن الإنسان. مم. مش بس ابن الإنسان هو يعني يشير إلى نفسه كأنه إنسان مم. لكن الم ال ال المعنى لا ده ده في ناس يعني بيتمسكوا بأن ابن الإنسان هو أكثر لقب جاء عن المسيح في الإنجيل فهو بشر ليه بتقولوا عليه إله؟ اه. ابن الانسان في متى مساوي لابن الله ازاي آه مصطلح ابن الانسان اصلا ورد في آه سفر دانيال اصحاح سبعة اه في العهد القديم في العهد القديم في دانيال سبعة بيتكلم عن ابن الانسان على اساس ان هو مش إنسان عادي، لكن إنسان يأتي إلى القديم الأيام اللي هو الله يعطي سلطانا ويعطى ملكوتا أبديا، فهو إذن ليس إنسانا عاديا، فالمسيح لما بيستخدم كلمة ابن الإنسان أو مصطلح ابن الإنسان لا يقصد أبدا مجرد إن هو إنسان. لكن المعنى اعمق يعني اعمق من ده ابن الانسان إبن عند دانيال هو صاحب شخصيه الهيه ايضا ابن الانسان هو الديان اه يبقى اذا هو الله هو الله مم. دايما في المجيء الثاني في متى بيتكلم عن ابن الانسان لما يتكلم عن المجيء الثاني على سبيل المثال مثلا في اصحاح 25 مم. في اكثر من مثل دايما مثلا متى 25 35 ومتى جاء ابن الانسان آه. في مجده وجميع القديسين معه آه لو رجعنا الى ايات مثلا كثيره في آه متى على سبيل المثال متى 16 لما يتكلم عن مجيئه فان ابن الانسان سوف ياتي في مجد ابيه مع ملائكته. آه حتى يعني ذكر هو دقيق في استخدامه لابن الانسان اول ما يجي يتكلم عن المجيء الثاني لازم يجيب هذا الإنسان. المصطلح آه. فبالتالي لا يجب فهم مصطلح او لقب ابن الانسان الا مم. <applause> بالمعنى القوي ده <applause> حتى النص اللي ذكره الاسيس يوسف في المحاكمة أيضا يتكلم عن تبصرون ابن الإنسان م. جالسا عن يمين, يمين القوة وآتيا القوة على سحاب السماء م. أنا هضيف حاجة صغيرة وهختم كلامي أنه مش معنى أنه المسيح هيأتي في المجيء الثاني أن كده التلاميذ يعني أو الكنيسة متروكة بلا مسيح متى بيركز خالص على فكرة أنه معنى أيوه. الله عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا آه، ان اجتمع اثنين او ثلاثه فاكون في وسطكم مم. حتى في اخر الانجيل ها انا معكم, معكم. فمش معنى انه الكلام الكثير خالص عن المجيء الثاني ان المسيح غائب وننتظر مجيء آه، ننتظر مجيئه في المستقبل مم. بل هو معنى الان. مم. اسيس وائل ايه هي اخر احداث انجيل يوحنا يعني كيف يختم يوحنا الانجيل وهل هذا دلالة ولا مش لازم كل حاجة اصلا من اللي احنا عمالين نقولها دي يبقى دلالة لا هو طبعا يعني آه يعني صعب انك تفكر في دلالة لكل شيء لأنه آه. احيانا ما يكونش ال ال الكاتب عنده دلاله معينة اكثر من انه بي بي بيعمل سرد آه. لاحداث حقيقيه مش لازم نحمل يعني بالزبط. دايما ان كل شيء دلاله احيانا يبقى في كده واحيانا آه. يبقى في دلاله حقيقيه واضحة. حسب فهمي انا للاهوت الكاتب والفكر م. اللي في ذهن الكاتب وطبعا ده برده مش بيبقى 100% لانه مش انا نفس الشخص آه. اه في بعض الاحداث الاخيره المهمه هسردها سريعا في انجيل يوحنا انا عايز الحدث الاخير الحدث الاخير الاخير آه. الحدث الاخير هو دعوه حديثه مع بطرس مم. وعوده بطرس اه الحدث ده مهم آه وفي بعد قيامه المسيح ومعجزه صيد السمك الكثير في حوار حبي بين بطرس وبين المسيح فيه المسيح يرد نفسه بطرس مره اخرى لانه مم. كان بطرس انكر المسيح والمسيح كان سبق وانبأ بده لكن في هذا الحديث المسيح يشجع ويقوي بطرس لانه هذا الشخص هو الذي سيقود الكنيسه هذا الشخص هو الذي سيرعى الكنيسه وده اللي قاله المسيح انه متى عدت ثبت اخوتك فما كانش ينفع المسيح يترك الارض ويذهب الى السماء دون ان يرد بطرس لكي يستطيع ان يثبت اخوته مره اخرى مم. هذا هو الحديث الاخير اي رفعت الحدث الاخير في انجيل لوقا وايه دلالته او ملوش دلاله لا هو لوقا يمكن بيذهب ابعد مما وصلت اليه الاناجيل انه بيختم انجيله بصعود المسيح للسماء مشهد الصعود مشهد الصعود مم. بيقول كده في عددين ثم اقتادهم تلاميذه ثم اقتادهم إلى خارج المدينة إلى بيت عنيا وباركهم رافعا عن يديه وبينما كان يباركهم انفصل عنهم مم. وأصعد إلى السماء فسجدوا له ثم رجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم مم. مم. وكانوا يذهبون دائما إلى الهيكل حيث يسبحون الله ويباركونه مم. ده المشهد الختامي اللي ختم أيوه. به لوقا يعني بيك عند لوقا جميله خالص آه. واضح هنا اولا آه. بيركز على لاهوت المسيح واضح مم. ان التلاميذ سجدوا له قبيل صعوده المسيح بارك تلاميذه وكمان بياكد لوقا على الفرح وهو مم. الحقيقه بدا رسالته بفرح وبيختمها أيوه.